مطار سيئون الدولي يعد واحد من 3 مطارات ما تزال تقدم خدماتها منذ إعلان التحالف العربي حظر حركة الطيران قبل 1.5 عام منذ اندلاع عاصفة الحزم ضد جماعة الحوثي الإنقلابية وحليفها الرئيس المخلوع صالح. فمطار سيئون الدولي يستقبل 3 رحلات أسبوعية من وإلى عمان والخرطوم، ومن المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة تدشين خط جديد سيئون المنامة حسب تصريح مدير المطار لقناة بلقيس. وبالرغم من شحة الإمكانيات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، يرى بعض القائمون هنا على خدمات المطار أن افتتاح وتدشين العمل بالصالة الجديدة المكونة من 6 صالات ذات مواصفات متطورة بات أمرا ضروريا، حيث تتسع هذه الصالة لما يقارب 80,000 مسافر سنويا. المطار ظل خلال الظرف الاستثنائي والفترة الأمنية التي نعيشها ظل مطار مفتوح لجميع أبناء المحافظات في الوطن اليمني بدون استثناء. عمل بإمكانيات شحيحة جدا، وقدرنا الحمد لله أن احنا نحافظ على استمرارية التشغيل بالحد الأدنى. الصالات طبعا احنا فتحناها بالحد الأدنى، تنقصها الكثير من التجهيزات مثل السيور العفش وبعض التجهيزات الفنية. وتعد الصالة الحديثة واحدة من أحدث الصالات وأكثرها تطورا على مستوى الجمهورية لتطبيقها المقاييس الدولية واحتوائها على أجهزة أمنية متطورة. يعد افتتاح الصالة الجديدة خلال المرحلة القادمة إنجاز كبير للسلطة المحلية بالنسبة للمسافرين والقائمين على الخدمات بوادي حضرموت، حرصا منها على تخفيف معاناة المسافرين ورفع مستوى الخدمات بالمطار. بصراحة خدمات المطار هي خدمات عامة طبعا كويسة، وأفضل مطار في اليمن على ما شفنا من يعني موظفين، من خدماتها السريعة بأجهزة حديثة تطور، وخاصة في افتتاح هذه الصالة الجديدة براحتها وبكل شيء. ويأمل القائمون على مطار سيئون الدولي افتتاح خطوط جديدة إلى القاهرة ودبي خلال المستقبل القريب ضمن جهودهم لإدارة تحسين حركة الملاحة الدولية وتخفيف معاناة المسافرين. مع افتتاح هذه الصالة يبقى مطار سيئون الدولي واحد من المطارات المتميزة في الجمهورية، فقد قدم خدماته للمواطنين منذ بداية الأزمة. حدد مساعد قناة بلقيس من مطار سيئون حضرموت.